صباح اهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن التليفون الجديد اللي نزلته شركه اوبو امبارح، الرينو 7 برو 5G. هالتليفون عنده مميزات كثير حلوه، حنتحدث عنها وحخبركم كل الشغلات اللي لازم تعرفوها عنه لهالتليفون. شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. يلا خلينا نتحدث عن الرينو 7 برو 5G. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. سو هدول هن كل الرات بيجوا بقلب العلبه، مثل ما شفنا التليفون موجود هون وعم يدور الضوء حواليه. هلا بفرجيكم هذا كيف حلو كتير، بيعطونا غطاء ببلاش هون بنقدر نحطه عليه، وبيحسن الامكانيه نقدر نشوف الضوء لما نحط الغطاء عليه، لانه الغطاء الضوء ببلش يطلع بقلب الغطاء الموجود هون. عنا الشارجر بقلب العلبة 65 واط، هيدا معمول لليونايتد كينغدومز. فيكم تستعملوا اي واحد اذا جايكم بالبلد تبعكم، بس انا بالنسبة لي بستعمل ادابتر عليه، فيني استعمله بامريكا امتى ما بدي. والشريط عنا هون اليو اس بي اي لليو اس بي سي حتى نقدر نشارجه ونحول معلوماتنا عنه لهالتليفون. واخر شيء العلبة هون كتير بسيطة، نقدر نشوف رينو 7 برو 5G ولونه ازرق، وتقريبا لون بيني وبينكم عنده عدة الوان بيطلع منه هالغطا، بنقدر نشوف تقريبا مثل هالغطا الموجود هون. الموجود عندنا هون الكاميرات الاساسيه اللي موجوده ورا هون، عندنا 3 كاميرات. ال 50 ميجا بكسل حيكون السنسور الاساسي، الاي ام اكس السوني اي ام اكس 766، هذا اللمزه اللي مستعملينها من قبل. هيدي حتكون عليها فيس ديتكشن اوتو فوكس، عندنا ال 1 اوفر 1.56 انش، هيدي كثير منيحه كمان وكبيره اللمزه الموجوده ورا. الكاميرا الثانيه حتكون اقل، 8 ميجا بكسل للالترا وايد، وعندنا هون 2 ميجا بكسل للماكرو موجوده لفوق هونيك. عندنا ال LED مثل ما عم نشوف هون عم بيدور، نقدر نحله لنعمله نظبطه ليجينا نوتيفيكيشن مكالمات واي شيء، وفرجيكم كيف بنظبطه بعدين. 4K 30 حيكون احسن شيء نقدر نسجل فيه من هون. الحاسوب موجود هون الديمنسيتي 1200 ماكس، معمول خصوصي لشركه اوبو، غير الديمنسيتي 1200 اللي بنشوفه عاده من تليفونات الثانية. الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام 32 ميجا بكسل، بنقدر نستعمل هون السنسور الاي ام اكس 709، هيدا حيكون عند الار جي بي دبليو وايد، معناته بنقدر نشوف وايد انجل، ومش بس هيك بتساعدنا ناخذ صور منيحه لما نكون برا. الكابل البطاريه الموجوده عندنا هون ال 4500 ملي امبير، بنقدر نشارجها بالشارجر اللي شفناه بقلب العلبه، 65 واط شارجر. عندنا ستيريو سبيكرز، عندنا الكاميرات الموجوده قدام، الفوليوم راكرز على الشمال، الانتنا بند هون، الفوليوم راك سوري الميكروفون تبع الكاميرا موجود واحد لفوق. على اليمين عندنا الباور بتن، وعليه كمان هذا اللون الاخضر موجود بقلبه، يمكن تقدر تشوفوه هيك حلو، شكله حلو ومظبوط. لتحت عندنا ستيريو سبيكرز، واحد سبيكر اليو اس بي سي والميكروفون تحت، والسبيكر اللي لفوق حيكون كمان موجود لنقدر نعمل ستيريو سبيكر على التليفون. والشاشه الموجوده عندنا هون 6.55 انش 90 هرتز وفول اتش دي ريزولوشن، الفينجر برنت سنسور بقلب الشاشه، مثل ما تشوفوا هون عندنا هذا الوال بيبر بسموه الكانفاس، نقدر ناخذ صوره اذا بنقلبها شوي بتقدر تعمل السيلوات تبعها للصوره، لما بندور الشاشه بتعمل الفيد ان بنقدر نشوف الصوره، بتقدر تستعملوا اي صوره بتكون انتم. على الشمال عندنا الجوجل فيد، على اليمين عندنا التطبيقات كل الموجوده، في عندنا عده تطبيقات منزلينهم هن من عندهم، فيكم تعملوا لهم ان انستال يا اما بتركبون كلهم بقلب فولدر بتحطون على جنب وما بيكون عندنا اي اشكال. السيستم الموجود عندنا هون رغم انه هو كولر او اس 12 بعدنا عم نستعمل اندرويد 11، معناته اذا بنفوت على السيتنج بننزل لتحت على اباوت بنشوف انه التليفون اسمه الاوبو رينو برو 7 برو 5G، هذا الانترناشونال الموديل تبعهم، 1200 ماكس الحاسوب، الموديل نمبر سي اتش بي 2293، اندرويد الكولر او اس 12، اندرويد 11، وعندنا 12 جيجا بايت رام عليه لهالموديل اللي انا عندي اياه، بس في موديل ثاني بيكون عنده 8 جيجا بايت، بس اثنيناتهم حيكون 256 للستورج موجود بقلبه للتليفون للذاكره تاعيته. غير هيك الشغلات كلها مضبوطه، اجاني تجديد واحد عليه لما ظبطناه، فينا نظبط عده شغلات، بتعملوا لوجن بالحساب تبعكم على الاوبو تبعكم، الواي فاي، الموبايل نتورك، 5G موجوده بعده مناطق بالعالم، لازم تتاكدوا اول شيء انه هذا بيمشي لكم قبل ما تجيبوها بالمطرح اللي انتم عايشين فيه. البلوتوث، الكونكتنج اند شيرنج، البرسوناليزيشن مثل ما شفناها من قبل، فيكم تظبطوا الوال بيبر، فيكم تغيروا الاولويز اون ديسبلاي لتستعملوا الاوموجي، انا ظبطتها كمان عملت وحده لالي انا، فيكم تعملوا اللي بدكم اياه، فيكم تستعملوا كمان الديزاين السيستم الموجود هون بتعملوا مثل ما بدكم، وهذا انا عملته لوحدي انا اخترعته موجود تحت. انا عدت اختيارات ثانيه، فينا نغير الايكونز كمان من العاده للماتيريال ستايل، تظبطوهم تغيروا الشكل كلهم، وحتى تنزلوا الايكون باك من الجوجل بلاي ستور مثل ما بدكم. الشيب تبعيتهم هون موجوده لفوق بتغيروهم مثل ما بدكم اياها، كمان فيكم تغيروا الالوان تاعيتهم السيستم الموجود، يا اما من اللي هن بيعطوكم اياه يا اما الكاستم للكلر تاعيتكم انتم. كمان فينا نعمل نرجع على الفينجر برنت انيميشن، هيدي لما بنعمله انلوك حلو كثير. الادج لايتنج بتساعدنا كمان نضوي الادج على اليمين والشمال بعده الوان، خليتها ازرق حتى تضل ماشي بنفس اللون الموجود على الار جي بي الموجوده لورا. ممكن كمان دوروها على المكالمات. اخر شيء كمان فينا نعمل سيطر عليه لهالتطبيق او للسيستم الموجود ورا،
فيكم تدوروا تثبتوا امتين بيدور من اي ساعه لاي ساعه. الاولويز اون لما بتدوروه هون لما بتكون عم تعمل شارجينج ساعتها بيضلوا يعمل الفلاشينج. فيكم كمان تعملوا سلو بلينك لما بيجيكم نوتيفيكيشن، كويك بلينك فور انكمينج كولز لما بيجيكم مكالمه، وتثبتوا اي تطبيق بيقدر يعمل النوتيفيكيشن عليها. اخر شيء فيكم كمان تدوروها لما بتلعبوا العاب، هيدي حلوه كتير مثل شويه ار جي بي موجوده بورا للتليفون نحن عم نلعب العاب. غير هيك ثلاث اربع شغلات نفس الشيء، عند الاندر ديسبلاي فيكم تغيروا الدارك مود، انا مظبطها على الانهانس، فيكم تعملوا ميديوم ماجنتل، كمان فيكم تجوا عند السكرين ريفرش ريت تدوروها لل 90 هرتز، الهاي ريفرش ريت الموجوده عندنا عاده بتكون موجوده على 60 رغم انه الشاشه فيها تعمل 90، لازم تدوروها لتمشوها، انا عده شغلات كمان فيكم تظبطوها هون. الصوت والفايبريشن سنسور هون، الفايبريشن موتور تبعها كمان كتير منيح، بس تحت الصوت في عنا الريل ساوند هون مسميين الريل ساوند تكنولوجي، هذا هو الاي كيو لنقدر نظبط الصوت منه للتليفون. اذا عم تعملوا صوت بدكم تظبطوا الغنيه فيكم تظبطوا للموفيز للجيم ولا حتى للالعاب ولا للموسيقى. اخر شيء كمان فينا ننط هون نظبط عدة شغلات نوتيفيكيشن باسورد سيكيورتي برايفسي. تحت البطاريه في شغله لازم نعرفها، هلا الشغله الوحيده موجوده فيه هون انه الحاسوب ما عم نستعمله على قوته الكامله، بالديفولت عليه موجود انه هيدي الهاي بيرفورمانس مود مطفيه، معناته بيمشي تقريبا على 90% وما حيكون عندنا اي اشكال، ما حنحتاج 100% الا بعده اختيارات مزبوطه. اذا بدكم تروها بقول لكم السيستم انه حتستعمل بطاريه زياده ومعقول يحمى التليفون شوي. سو عرفوا انه اذا بدكم تدوروها بتقدر تستعملوا اوتو لل 1200 ماكس، بس اذا ما دورتوها فيكم تستعملوا كمان بيكون كتير منيح. هلا افرجيكم الجيك بنش كمان بعد شوي. هذه شغله بنعرفها وفينا ندورها كمان للالعاب بتدور اوتوماتيك، كمان فينا نظبطها من هونيك افرجيكم كيف تعملوها. هون الشغله الثانيه بدي افرجيكم عند السبيشال فيتشرز، عندنا 3 فينجر سكرين سوايب، هيدي من اننا نسحبها من النص اذا بنعمل ثلاث سحبات بتعمل لنا سكرين شير، نقدر نعملها سبلت سكرين باي تطبيق بدنا، اذا قلبناها بالقلب بتعملنا هون السكرين شوت اللي بنعملها عاده. هلا الفلكسبل ويندو هذه شغله كتير حلوه، خلينا نفتحكم اياها هون مع الجوجل بلاي ستور، فينا نسحبها لفوق بنقدر نعملها بنعمل الويندو بيقدر يطير لوحده، اذا بدنا نخبوها على الشمال مثلا بنحطه بتعطينا هيك مثل تك بنقدر نفتح شغله ثانيه، واذا بدنا نرجع نجيبها بنفتحها هون بنقدر نقلبها، واذا بدنا نعملها للتطبيق كله يفتح كله على الاخر فينا نفتحها للفول سكرين يا ما هيك بنسكرها. كتير حلوه ومميزه كتير منيح نقدر نستعملها على هالتليفون. مثل ما فرجيكم اخر شيء اباوت ديفايس بفرجينا كل المعلومات، وفيكم كمان تشوفوا السيستم سيتنجز تاعتنا هونيك. هلا شغله من الشغلات اللي نحن بنعتمد عليها دائما بالتليفونات صارت هلا الكاميرات الموجوده هون. عندنا ثلاث كاميرات موجوده ورا، مع انه بيني وبينكم انا بعتقد لازم بدكم تستعملوا الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا بكسل لانه هيدي حتعطيكم احسن صور موجوده. بالفوتوغرافي فيكم تاخذوا صور العاديه اللي معموله البكسل بيننج اللي بينزلوهم، اما هيك فيكم تستعملوا الفول 50 ميجا بكسل مع الاي اي بيكتشر هون وتقدروا تضبطوا عده شغلات. هلا الشغله الوحيده اللي كنت تعرفها لما بتدوروا ال 15 ال 50 ميجا بكسل هدول بيروحوا اي اختيارات لانه ما بتعطينا زوم ولا شغله، بس اذا بننزل للعاده فينا نعمل الالترا وايد ننزل للعاده، فينا كمان ندور الجوجل لينز على الشمال بتقرب على الجوجل لينز بقلب الكاميرا، وفينا ندور عده فلترز موجوده ناتشرال وعده شغلات بقلب الكاميرا قبل ما ناخذ الصوره. ال HDR وال DOLP الموجوده على هون كتير كتير منيحه بتساعدنا نقدر نستعمل الصور من قدام ولا من ورا، وبتعمل الاكسبوجر مظبوط كتير كتير منيحه. الفيديو قدام حيكون ماكسيموم 1080p والفيديو من وجود الكاميرا المرونيه حيكون 4K 30 فريمز بير سكند. اذا قلبنا على الكاميرات الثانيه بتنزل على 1080p، اذا بنطلع على الكاميرا الاساسيه 4K. بتتذكر مزبوط شو هي الاحسن اكثر الماكسيموم بنقدر نستعمله وبترجع له. في عندنا كمان البوكيه هون بنقدر ندور قد ايه قوه الغبشه ورانا بتصير، كيف نعمل البلور ورانا، في عندنا عده شغلات جديده، بس الشغله الوحيده اللي عجبتنا جديده زادوها هون مسميها البوكيه فلير بورتريت. هيدي بتخلي انه الصوره ورانا بتكون عليها مش بس مغبشه، بس بتعطي مثل الفلير، بتعطي قوه الضوء. خليني افرجيكم هلا مصره على الكاميرا موجوده من هون اخذتها هلا بالمكتب هون من قبل ما بلشت الفيديو. اخر شيء في عندنا النايت مود، في عندنا الفيديو، عندنا البورتريت، عندنا المور بنقدر نشوف الاكسبرت مود، اتش دي مود، بانوراما، ماكرو، موفي، سلو مو، عندنا تايم لابس، عندنا دول فيديو، ستيكر، تكست سكانر، سلو لوب كمان، وعندنا سلو لوب هون غيروها ظبطوها كثير منيح. هذه شغله معموله بتستعملها مثل التمبلتس مصدره بتستعملوها لتظبطوا الفيديو، تعملوا شغلات حلوه كتير عليها للتليفون. خليني افرجيكم هيدي الشغله الجديده اللي موجوده هون وين، وهيدي شغله كتير هينه نقدر نستعملها، كل بس بدنا نعمل ناخذ صورتين وهي بتعمل التطبيق بيعمل كل شيء لنا، ساخذ صوره هون على التليفون، ناخذ صوره ثانيه للتليفون. هلا انا وطيت الفوليوم هون حتى بس ما نعمل شيء، بس نعمل هون التشيك مارك بنقدر نشوف الفيديو مزبوط كيف بيطلع. اول صوره اخذتها انا رغم انه كانت صوره تعمل الافكت عليها للهزهزه
بدنا تسحبها بتجرب تعطينا هالفيديو شكلها كتير كتير منيحة، وبكون شكلها حلو كمان إذا بدنا نحطها على انستغرام على الريلز ولا على التيك توك أي محل، بتعمل لنا كتير منيح وكتير هينة نقدر نستعملها. الكاميرات الموجودة هون كتير منيحة، خليني أعطيكم هلا مصدر على الكاميرا الموجودة قدام والورا على الفيديو. هلا بنستعمل الكاميرا الأساسية الموجودة على الرينو 7 برو، هيدا التليفون بنقدر نعمل 1080p 30 فريمز بير سكند على الكاميرا الأساسية الموجودة قدام. الحاسوب مثل ما قلت لكم الدمنسيتي 1200، وعشان هيك ما بنقدر نعمل 4K 60 موجود على أي كاميرا، بس إذا بنقلب لورا بنقدر نعمل 4K 30 فريمز بير سكند. خلينا نقلب لهونيك وفرجيكم كيف الصوت والصورة من هونيك. هلا بنستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا 4K 30 فريمز بير سكند، حيكون احسن شيء. ما بنقدر نعمل 4K 60، بس بنقدر نعمل 60 فريمز بير سكند على 1080p، سو بدنا ننزل ل 1080p لنعملها، بس قليلين بنعرف انه احسن شيء حتكون 4K 30 فريمز بير سكند. هلا بدنا نعمل كمان مصر عن السماعات الموجوده عندنا هون، بنعمل الفوليوم على 100% عليه للتليفون، ومثل ما قلت لكم في عندنا الاي كيو موجود بقلب السيتنجز تاعتنا اذا بدنا نظبطها. هعمل هون الغنيه تاعتنا الاليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس، هنعملها فول سكرين، خلينا نلعبها. سماعة بيطلع سماعات أول شيء صوتهم كتير منيح، صوتهم عالي منيح، ومش بس هيك رغم إنه تحطوه على 100% الصوت بيضلوا منيح ماشي عليهم مزبوط. ما عنا سماعة الهيدفون جاك موجود عليها التليفون، عشان هيك لازم نسمع فيهم لما نلعب ألعاب ولا نتفرج على الفيديوهات. البطارية هون 4500 بتطينا مدة طويلة، وفينا نشرجها بسرعة بالشارجر اللي بيجي بقلب العلبة. هلا عشان الألعاب خلينا نتفرج على الألعاب، في عنا سيستم اسمه الجيم سنتر موجود والماي جيمز، فينا نشوف هون عدة شغلات قد ايه لعبنا الألعاب عليها التليفون. عنا عدة ريكوردينجز، عملت ريكوردينج لاثنيناتهم حتى افرجيكم عليهم اثنيناتهم، وفيكم كمان تسيطروا عليه باستعمال السيستم الجيمنج سيستم. سو خلينا نعمل ستارت هون بقلب السيستم. أول شيء بنعمله هون إذا بنسحبها من هون لفوق على الشمال بنعمل سحبة صغيرة بيدرينا هالسيستم الجديد. هالسيستم كتير حلو، فينا نسيطر على الواتساب، نعمل ماسنجر مساجات، البرفورمانس مود فينا نظبطها هون، نعمل جيم مود، بالانس مود ولا لو باور. الجيم مود بتستعمل الحاسوب على قوته الكاملة، نقدر نستعمل كمان الجيم فوكس مود، النوتيفيكيشن بنعمل له بلوكاج. اخر شيء فينا نعمل تسجيل على الشاشه اللي انا بفرجيكم عليه الفيديو، عم نشوف حراره الحاسوب، عم نشوف قد ايه التوقيت وقد ايه البرسنتاج تبعها على البطاريه. التاتش اوبتمايزيشن لنظبطها 90 هرتز موجود هون، معناته بتشتغل 180 وايفن حتى احسن. السيستم ستاتس هون بنقدر ندورها، بنقدر نشوف كيف السيستم ماشي على فريم ريتس على السي بي يو على الجي بي يو، بنقدر نسحبها من هونيك مثل عم تشوفوا صارت 90 30. الببجي مشيت منيح كثير، انا تقريبا 40 فريم ريتس ثلاث ارباع الوقت. الفويس تشينجر الاورينتيشن لوك، وفيكم كمان تعملي لهم اديت. يلا خليني افرجيكم هلا على مصرة موجودة على البوب جي موبايل، وغير هيك كمان على الاسفلت 9 على الرينو 7 برو 5G. مثل ما شفتوا كل خبرتهم لأوبو من سنة 2021 جايبينه ومركبين لهم بالرينو 7 برو 5G. الحاسوب الـ 1200 ماكس كتير منيح، ورغم انه ما عم نستعمله على 100% بيضلوا يعطينا الامكانيات الحلوة على السيستم العادي، واذا بدنا نعمله 100% فيكم تدوروه وتستعملوه. بيتشرج بسرعة كتير قوية، بيشتغل كتير كتير منيح على الكاميرات، وعنا عدة شغلات حلوة مزبوطة فيها مثل السولوب اللي موجودة بقلب الكاميرا لتعملوا فيديوهات خصوصية وحلوة للتيك توك ولا الانستغرام ولا اي شيء، حتى اذا بدكم تبعتوها للعائلة.
بتفسركم مزبوط كيف تعملوها وكيف تزبطوا كل شيء فيها. اخر شيء هالسيستم الموجود هون ورا على الضوء الموجود ورا هذا غريب انه لكم صراحه انه انا معجب كثير بالنوتيفيكيشن اي ال دي، هذه شغله قديمه موجوده كانت بالتليفونات بس الشركات صاروا ياخذوهم ويقيموهم. اوبو وون بلس بلشوا ينزلوا هذا النوتيفيكيشن الاورورا لايت على اليمين والشمال على الشاشه، وهيدي بتمشي اذا حاطين غطاء عليه للتليفون بترفعه شوي من الطاوله بتقدر تشوفه ضوء صغير، بس عاده هيدا ما بيضوي كثير قوي. هالضوء اللي موجود ورا هون كتير منيح وكتير قوي، بنقدر نشوفوه من عبر الأوضة، بس حلاوته كمان وفيكم تدوروه انتوا عم تطلعوا قبل عاد، إذا بتعطيكم ار جي بي كتير كتير حلوة. أمنيتي الوحيدة أنا كانت بس لأنه فينا كان لو خلونا نغير اللون تبعه، مع إن أنا لون واحد الأزرق بس بيشي شكله كتير منيح، والغطاء اللي موجود عليه للتليفون هون بيغير لونه على عبر الضوء اللي موجود عليه، سو إذا حاطينه وعم تستعملوه بالغطاء اللي بيبعتونا إياه بقلب العلبة هتكونوا كتير مبسوطين. قولوا لي شو رايكم فيه للرينو 7 برو 5G، السعر تبعه منه كتير غالي بس بيعطينا الامكانيات المميزات تاعت الفلاج شيب بالسعر مزبوط من شركه اوبو وبيعطينا خبرتهم. ان شاء الله قريبا بنشوف اندرويد 12 معه كالور او اس 12 حتى يعطونا الامكانيات الجديده تاعت كالور او اس 12، لانه هيدي شغله جديده ما اجت هون، موجود عليه بس اندرويد 11. نشوف امكانيه تغيير الوال بيبر كالور كاستمايزيشن ما اجت بعد عليه لهالتليفون، بتجي ان شاء الله قريبا. سو شكرا جزيلا لشركة اوبو، فخلوني نشوف شوفوا هالتليفون واعطيكم هدي افكاري عليه للتليفون بعد استعماله بهالمدة اللي كان معي، وان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.